صباح الخير عليكم جميعا، او مساء الخير في معزلكم. والنهارده في يوم جديد من معزلي، وبعد ما خلصت رياضه كالعاده اكتشفت ان كلنا اصبحنا مهتمين بالصحه، كلنا بقينا نهتم بالحفاظ على صحتنا، كلنا اتعلمنا نهتم بالتعقيم والنظافه الشخصيه، وبقينا دايما ندور على مصادر المعلومات الخاصه بالصحه. اكتشفت ان المناعه اصبحت الموضوع الوحيد المهم بالعالم، وده شيء طبيعي لأن المناعة هي السلاح الوحيد في إيدينا لمحاربة مرض الكوفيد-19، مرض لحد النهاردة ملهوش علاج ولا ليه تطعيم يحمينا منه. الرياضة هي الطريقة الوحيدة للحفاظ على الصحة والحصول على المناعة القوية، وكأن رب العالمين بيبعت رسائل بيقول لنا أنه جه الوقت المناسب علشان نفك تعلقنا بالأشياء، فوق تعلقنا بالمادة. وكأنه بيقول إن الرياضة والنشاط البدني مش إنك تروح على الجيم، الرياضة مش إنك تدفع اشتراك علشان تقدر تمارس نشاطك على أجهزة رياضية. قبل الكوفيد-19 كتير من الناس كانت زعلانة لأن ما عندهاش القدرة المادية للاشتراك بصلاة رياضية، وده كان بالنسبة لهم مبرر وسبب إنه ما يمارسوش رياضة. النهاردة الكل سواء، الكل أصبح بيمنع نفسه وبيمتنع من الاشتراك بالصلاة الرياضية، لأننا جميعا بنتشارك في الحد من انتشار الكوفيد-19، لأنه الكوفيد-19 بينتشر من أسطح الأجهزة الرياضية وخصوصا الأسطح المعدنية، وأكيد في الأماكن المقفولة غير جيدة التهوية. رب العالمين بيقول ان الرياضة للجميع ولازم تكون ببلاش، لان الهواء والشمس ببلاش والطبيعة مش محتاجة اشتراك قبل ما ندخل نمارس فيها رياضة. الرياضة نقدر نمارسها في اي مكان، على شواطئ البحر، على شواطئ الانهار، في الحدائق العامة، فوق اسطح البيوت، في الهواء وتحت الشمس. رب العالمين بيقول لنا ان الصحة حق لكل انسان، ولكن لازم نطلبها، لازم نشتغل عليها، لازم نمارس رياضة عشان نحصل عليها. رب العالمين عايزنا نبعد عن الحياة المادية، نرجع للطبيعة. رب العالمين عايزنا نبعد عن المادة ونقرب من الروح، لأننا بالأساس مش مادة ولا جسد، إحنا روح. دي الرسالة الكونية اللي وصلتني النهاردة، والرسائل الكونية كتير. يا ترى إيه هي الرسائل الكونية اللي وصلتكم؟ شاركوا معنا بالتعليقات، وإذا حابين شاركونا بصور ومقاطع للأماكن اللي بتمارسوا فيها رياضة هتكون فرصة حلوة جدا إن احنا نشجع بعض على ممارسة الرياضة في الوقت الصعب اللي احنا بنمر فيه. وعد مني أنشرها على ماي فيسبوك وانستجرام. وده كان كل شيء النهاردة، وليكم مني كل الحب وسلام. باي.